انا في عرض خاص شفت لتامر حسني حبيت الفيلم جدا وحسيت انه من اهم افلام تامر حسني على الاطلاق. انا قلت له يعني جمله خفت يكون زعل، بس هو ما زعلش، قال لي بالعكس انا مبسوط. انا قلت له انا نسيت انك مطرب في الفيلم ده. تامر حسني في تصبح على خير احس انه من اهم الافلام اللي عملها، ضحكني كتير جدا، وانا يعني بحب الضحك وبحب ادوار الكوميديا فضحكني وانفعلت معاه وتاثرت بيه. اعتقد انه فيلم مهم جدا، وده يحسب برضو لوليد منصور انه كيان جديد بيحاول يعمل سينما كويسه. ومحمد سامي طبعا مخرجي انا بعشقه يعني كمخرج يعني.